يعطيكم العافية. هلأ اليوم حنبلش بشابتر جديد اللي هو chapter grammar, chapter 6 اسمه chapter grammar. تمام, زي هلأ احنا اخذنا بالchapter اللي قبل اللي هو المورفولوجي. حكينا المورفولوجي بيدرس بنية الكلمات او بنية الجمل بشكل عام, وتعرفنا انه كل جزء بالكلمة او بالجملة له معنى, وعرفنا كيف نصنفهم حسب functional, lexical, derivational, inflectional, زي ما عرفنا كيف. تمام, هلأ بنبلش بالجرامر بشكل مفصل. هلأ بيحكي لنا إنه بالإنجليش جرامر, أنا ما يعني بيزبط بالإنجليش إنه أحكي the lucky boys, بس ما بيزبط إنه أحكي boys the lucky أو lucky boys the, بتحسه إنه في إشي ungrammatical أو unacceptable بالجملة كاملة, تحسوا إنه في إشي خطأ. تمام, فهاي rules الإنجليزي إحنا ما بنقدر نغيرها لأنه إحنا هيك تعلمنا يعني تعرفنا إنه هيك بنحط أول إشي الارتيكل, بعدين الأدجكتيف, بعدين الناون, هذا صح. أما إني أروح أحكي noun, article, adjective ما بيزبط عندي. تمام, هاي English has strict rules for combining words into phrases. أكيد الإنجليش إلها rules محددة, rules محددة, خلينا كلمة محددة. تمام, عشان أنا أقدر أدمج الكلمات والفريزز مع بعض علشان يكونوا لي sentence. تمام, هلأ بيحكي لنا what's the grammar. بيحكي لنا إنه الجرامر the process of describing the structure of phrases and sentences. إحنا الجرامر هو بيوصف يعني الستركتشر اللي هو تركيبة الفريزز وتركيبة السنتنسز بطريقة تكون جراماتيكال وان جراماتيكال. يعني إحنا بالجرامر ندرس البنية الداخلية للكلمات ولا الجمل كتركيبة كستركتشر, أنو منهم يعني acceptable in the language, يعني بدها تكون يعني هذول اللي grammatical صح أو بتكون مش grammatical صح. يعني هاي الأشياء أخذتوهم أتوقع بمادة القواعد, وأم القواعد الإنجليزية معروفة. لما أنا أحكي grammar بحكي rules, بحكي أنو acceptable in English أنو none أو not acceptable in برضو English. كمان لما أحكي grammar بحكي كمان عن زي ما حكيت لكم rules. خلينا نحكي عن الرولز بشكل عام. الجرامر بيركز على الرولز, أنو مقبول باللغة وأنو مش مقبول باللغة حسب القواعد الإنجليزية اللي إحنا تعلمناها واللي عم نتعلمها حالياً. تمام, رح نبلش بأول فكرة اللي هم traditional grammar. traditional grammar بيحكي لنا هدول جماعة للtraditional grammar بيحكينا concepts and ideas about structures of language that Western societies have received from ancient Greek and Latin sources. بيحكينا هنا إنه traditional grammar إنه structure للغة والideas والconcepts كل هدول الأشياء الموجودين باللغة. حكوا أنا بدي أطبق كل الأشياء الموجودين باللاتن وبالجريك بدي أطبقهم على الإنجليزي. تمام, يعني فكرة الtraditional grammar. تمام, اللي هي what want English structures exactly like Latin and Greek. بدهم الstructure تاع الإنجليش نفس الstructure بالتفصيل بالضبط, بدهم نفس الstructure تبع اللاتن والجريك. تمام, ليش بدهم زي هيك؟ لأنه هم بيعتبروا اللاتين and Greek هي languages of religion and knowledge structure تبع الإنجليش, بده إياه نفس الستركتشر تبع اللاتين والجريك. ليش حكينا ليش؟ إنه هي بيعتبروها اللغة البرستيج أو لغة العلماء أو يعني اللغة زي بسموها الطبقة العليا وزي هيك. تمام, هلأ هاي the grammar of these languages was taken to be the model of other grammars. بحكينا هون إنه زي أخذوا الجريك واللاتين زي كأنها الموديل, زي كأنها القدوة, لأنه يعني كل إشي بدهم يقلدوه فيه. يعني زي إحنا لما بدنا يعني هم ملاقيين اللاتين والجريك زي قدوة. تمام, بدهم يقلدوها بكل إشي, بالجرامرز, بالرولز,
بالكلمات بكل إشي في هاي الطريقة. هيك فكرتهم لتراديشنال جرامريانز. تمام، أول كونسبت، أول فكرة أخذناها من التراديشنال جرامريانز، أول إشي اللي هم parts of speech. يعني إحنا هلأ parts of speech اللي هم النونز، الverbs، الadjectives، الpropositions، الarticles، هدول كلهم اللي هم بشكل عام part of speech. هاي الكونسبت أو هاي الفكرة أخذناها من اللاتين and Greek. هذا الإشي المهم اللي بديكم تعرفوا، إنه part of speech أخذناه من وين؟ من traditional grammar. هلأ part of speech منسميها semantic categories. تمام، هاي اسم الثاني part of speech. حكينا part of speech بيشمل إن articles, adjectives, nouns, verbs, pronouns, conjunctions, prepositions, adverbs وهكذا. تمام، طبعا كلكم بتعرفوا الأمثلة على nouns, على articles والverb وهكذا. أوكي، تاني concept، أو فكرة أخذناها من الترديشنال جرامر اللي هم من اللاتين والجريك، اللي هي فكرة الأجريمنت. أجريمنت بالعربي اللي هو التوافق. يعني أنا لما بدي أرتب جملة لازم تكون عندي يعني مترابطة أو متوافقة فيما بعضها بالنمبر، يعني سينجولر بلولر، ممكن البيرسون فيرست بيرسون سكند بيرسون ثيرد بيرسون، التنس باست بيرفكت فيوتشر voice passive او active او passive. بيحكي لنا الجندر اما masculine او feminine. اوكي، هلا رح ناخذ امثله ايش يعني agreement بشكل اوضح. بيحكي لنا مثال كاثي loves her dog. هلا بيحكي لنا انه الverb loves صار، هلا سؤال، هلا مش سؤال، ايش بدي احكي لكم اياه. هلا الاس تعيد loves، ليه أنا حطيتها؟ لأنه هي توافقت مع مين؟ مع كاثي. كاثي بتعتبر singular، وزي ما حكينا أنا simple present، أنا إذا بدي أعملها simple present أحط أس لا الفعل، مشان هيك صار في عندي agreement بين كاثي وبين الverb love، وضفت لها أس عشان agreement. تمام، أوكي، حكيت لكم يوم هدول انه اما الاجريمنت بده يكون بالنمبر او بالبيرسون. حكينا، حكيت لكم اياها انه كاثي لافز هير دوغ النون كاثي. تمام، هو ثيرد بيرسون، اخذتوها بالجرامر انه لا هو لا هو المتحدث ولا هو المخاطب، هو الشخص يعني الشخص الاخر اللي احنا بنحكي عنه. تمام، مشان هيك استعملنا لافز مش لاف، لانه صار في عندي اجري للنون كاثي. أوكي، كمان حكينا إنه تتوافق كمان بإنه جملة كاثي loves her dog، أول إشي حكينا بتتوافق إنه بالنمبر، إنه هي أول شيء singular، مشان هيك صار في عندي توافق بالنون، فصار يعني مع الverb فصار في عندي as. التense أكيد إنه هي present مش past. الvoice إنه هي هون active مش passive. الgender إنه أنا ربطت بين كافي لأنه هي أساساً noun. تمام، وربطها مع هير إنه هي للمؤنث، يعني ما حطيت هز، فصار في عندي توافق بين النون كافي واللي هو البروناون هير يعني مع بعض. أوكي، هلأ بحكينا هنا في بحكينا some languages use grammatical gender. طيب كنت أحكي لكم شغلة، هلأ بيحكي لنا إنه الجراماتيك إنه الجندر بينقسم لقسمين، إما natural gender أو grammatical gender. أوكي، هلأ natural gender هو زي يعني بيتضمن male female، يعني ذكر أنثى بس. تمام، أما هلأ الإنجليش فيه natural gender اللي هو male female، ما عنا الgrammatical gender. هلأ الgrammatical gender هو عبارة عن masculine وfeminine، يعني المذكر والمؤنث. عنا باللغة الإنجليزية ما بحكي
مذكر ومؤنث، ما بتعامل بهاي الطريقة. مثلا لما أحكي أنا تيبل، ما يعني ركزوا، أنا ما بحكي معناها بالعربي، بعرف إنها طاولة ومؤنثة بالعربي، بحكي كتيبل كإنجليزي. بقدر أحكي إنه هي مذكر ولا مؤنث؟ لا خلص، تيبل تيبل، ما بقدر إنه أحددها إنها مذكر ولا مؤنث. بشكل اللغة الإنجليزية تعتمد على الناتشرال جندر، هو ميل فيميل أكتر، بقدر أنا أميز بينهم. أما الناتشرال، أما الجراماتيكال جندر، حكيت لكم إن هي المذكر والمؤنث. هلأ أنا حاخد أمثلة. بحكي لنا إنه nouns are classified according to their gender class. أكيد النونز أنا بصنفها حسب الجندر، إنه هي مذكر ولا مؤنث زي هيك. طيب بحكي لنا إنه الارتيكلز والadjectives have different forms to agree with a gender of the noun. أكيد رح ناخذ هلا الارتيكلز والadjective حسب، يعني إلها طريقة مختلفة إنه أنا أحدد لها، يعني إنه أنا أستخدمها علشان أعبر عن النونز، إذا هو مثلا مذكر وإذا هو مؤنث. باللغات الثانية أكثر إشي موجودة. تمام، بدنا ناخذ مثلا بالاسبانيش، بالاسبانيش هلا احنا كانجليزي the sun ما بحط ببالي انه هي masculine ولا feminine، ما بعملها هاي المعامله. بس بالاسبانيش لما انا بدي احكي the sun، السن بيعتبروها مؤنث، تمام، بيعتبروها سوري مذكر. فهم بدهم يحكوا the sun، بالاسبانيش بحكوا el sol. لما بدهم يحكوا the moon، المون بيعتبروه مؤنث، تمام، بيحكوا لا لونا. فهنا اشتغلوا بالارتيكل، انه انا الارتيكل عندي مثلا احنا بالانجليزي سواء كان مذكر ولا مؤنث ولا ابصر شو، بحط له the moon، the sun، the table، اي شيء، the earth. ما بهتم للجندر، never، ما بهتم بالمره. أما باللغات الثانية مثل الإسبانيش، إنه أنا بهتم بالجندر، بالآرتيكل، بطريقة ترتيب الآرتيكل. هاد أبر المثال، إنه أنا لما بدي أحكي the sun بحكي il sol، إنه أنا غيرت الآرتيكل. بحكي the moon بحكي la luna. كذلك مثلا الجيرمان، شوفوا الجيرمان، الجيرمان بحكي لي إذا أنا بدي أحكي عن المون، المون برضو هم بيعتبروه ماكسلن يعني مذكر، بحكي their mond. مثلا إذا أنا بدي أحكي عن the sun بحكي دي سون أو سوني. إذا أنا بدي أحكي عن إشي نيوترال، يعني لا هو مذكر ولا هو مؤنث، بحكي مثلا داس فيور اللي هو فاير. والعربي، العربي فيه grammatical gender كتير. لما أنا أحكي خاتم ثمين لازم يكون توافق إنه هاي مذكر هاي مذكر، هاي مؤنث هاي مؤنث. مثلا ساعة ثمينة، ساعة جميلة، وهكذا. فهمتوا المبدأ؟ إنه أنا حسب اللغة بعمل الجندر، بعمل إنه أنا كيف أعمل هو الجندر، ما أكثر فامنن إذا هو مذكر وإذا هو مؤنث وهكذا. مثلا بحكينا الترديشنال أناليسز، مثلا بحكينا هدول جماعة اللاتين والجريك، إذا هم بدهم يحكوا بالبريزنت، مش بالباست ولا بالفيوتشر، بالبريزنت، تمام، بدهم يحكوا، إذا بدهم يحكوا I love بدهم يحكوا amo أو amo، إذا بدهم يحكوا you بدهم يحكوا amas، إذا بدهم يحكوا she بدهم يحكوا amat، إذا بدهم يحكوا we بدهم يحكوا amamos، إذا بدهم يحكوا you للجمع بدهم يحكوا amatos، إذا بدهم يحكوا they بدهم يحكوا amant أو amanat. يعني إيش كتير صعب، هذا الـ يعني الـ الأفكار اللي عندهم هيك بالبريزنت، كيف بالفيوتشر، ولا كيف بدهم يحكوا بالباست. يعني 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 حياتهم أو الطريقة الروز اللي عندهم كتير مرهق. أوكي، هلا رح نيجي لإشي جديد اللي هو perscriptive approach. هلا بدنا نحكي كل جماعة، نحكي عن كل جماعة إيش بيحكوا. طيب هلا مبدئيا أذكركم بشغلة، حكينا إنه اللي هم الترديشنال جرامر اللي هم نفسهم جماعة البرسكريبتيف، تمام، هم جماعة الأجريمنت
يعني الكونسبت اللي جابوها إلنا هي الأجريمنت والبارت أوف سبيتش. تمام؟ يعني الترديشنال جرامر بربطها بالبرسكريبتيف أبروتش. بحكي لنا prescriptive grammar refers to the structure of a language as a certain people think it should be used. هم هدول جماعة prescriptive بيعلمونا, يعني بيجوا بيحكونا انه انت لازم تحكي بهاي الطريقة, اذا انت ما حكيت بهاي الطريقة معناته حكيك غلط, او يعني بيخلوا الواحد بستريس انه اذا انت ما حكيت مثلا, اذا ما حكيت مثلا كافي loves her dog هيك الصح. اذا بتحكي مثلا كافي love her dog, اوكي هي grammatical مش صح انه احكي love, بس في native speaker بطلوا زي زمان انه مهتموا كتير بالجرامر وهيك, بس اذا انت حكيت مش زيهم او مش بالرولز تبعتهم بعتبروك انه انت مش هيك, يعني انه انت بتحكي غلط. يعني عندهم مبدأ انه بيجبروا الناس كيف يحكوا او هيك الصح, بيستعملوا جملة هيك الصح انه هيك الجملة لازم تحكيها, غير هيك ما في. جماعة الديسكريبتيف بيختلفوا, بيحكونا ما بيجبروا الناس كيف بيحكوا, هم بيوصفوا كيف هدول مثلا هاي اللغة كيف بيحكوا, بيجوا بيحكونا والله يا عمي هيك هيك هدول الناس بيحكوا, نوصف لغتهم بس. انت حر بدك تحكي هيك بدك تحكي هيك, انت حر, بس ما بيجبروك زي جماعة الديسكريبتيف. تمام؟ هاي التفريق انه ان هم البرسكريبتيف بيجبروك, بيجبروا الناس كيف يحكوا, بيحكوا انه هيك الصح لازم انت هيك تحكي, اما ديسكريبتيف ما بيجبروا الناس بالمرة. اوكي اذا هنا, اوكي هلا اوكي احنا استفدنا احنا ما بنحكي انه جماعة البرسكريبتيف اوكي ان هم غلطوا زي هيك, بس احنا استفدنا منهم من شغلتين اللي هم الاجريمنت والبارت اوف سبيتش, ماشي, بس انا ما بقدر اني اعمم كل إشي موجود باللي عندهم باللاتين والجريك تمام عندي بالانجليزي, يعني هذا يعني ما بيزبط. تمام, هم بدهم بمخهم انه بحكي لنا انه الستركتشر اوف انجلش سنتنس شود بي لايك ذا ستركتشر اوف سنتنس ان لاتين. هم بدهم هيك, هم جماعتهم هيك بيعتقدوا, هم بيرسكريبتيف اللي هم جماعه التراديشنال جرامر, وهم بنفسهم تعون اللاتين والجريك. اوكي بالقرن التاسع عشر تمام بحكي لنا ان هم زي حطوا rules وسموها proper use of English, يعني الاستخدام السليم للإشي. يعني ارتب لكم الافكار, يعني prescriptive حكوا انه بيجبروا انه بيحطوا لي رولز, اذا انت ما حكيت بهاي الطريقة معناته حكيت مش سليم. هم جماعة نفسهم جماعة اللاتين والجريك, هم نفسهم الترديشنال جراماريان, هم نفسهم اللي بدهم الستركتشر تبع الانجليش نفسه الستركتشر تاع اللاتين. هم حطوا اشي زي مقياس اسمه proper use of English, الاستخدام السليم, اذا انت ما اتبعت زي هيك معناته هذا الاشي مش صح. تمام, عشان ارتب لكم افكاركم, بحكي لنا الديسكريبتيف لا يا عمي حكوا لا والله احنا بس بنوصف اللغه ما بنجبر الناس والوضع تمام وكل إشي. طيب هلا رح نيجي برضو ناخذ بالتفصيل للديسكريبتيف ديسكريبتيف ابروتش. تمام, هلا بحكي لنا انه لساتنا بالبرسكريبتيف سوري. هلا بحكي لنا بعض الرولز يلي حطوها البرسكريبتيف ابروتش. بحكي لنا اول إشي بدنا نحكي انه انا you must not end a sentence with a preposition. انت ك برسكريبتيف جراماريان انا ما بقدر انهي الجمله ب preposition. إذا أنت نهيت الجملة ب preposition يعني أنت كلامك غلط. يعني هم باعتقادهم إن أنا لما أحكي who did you go with this is wrong, لما أنا أجي أحكي with whom did you go عندهم صح, مع إنه native speakers عادي بيحطوا ال preposition بالآخر ما عندهم أي مشكلة. طيب
Yes, هاي بحكينا although in real life communication both of them are correct. صح إنه يعني ك real life life أنا بقدر إنه أنهي بproposition وما أو إني ما أنهي بproposition عادي, بس عندهم هدول المعقدين اللي هم descriptive, لا ال prescriptive المعقدين هدول بحكي لك لا يا عمي أنا ما هيك ما بضبط هيك rules تعوني. مثلا بحكي لنا جماعة ال prescriptive approach هدول الجماعة بحكي لنا إنه أنا أحكي Mary runs faster than me خطأ, أما أحكي Mary runs faster than I صح. بالنسبة هيك لجماعة هدول الجماعة هيك معقدين هدول. مثلا بقدر أحكي me and my family خطأ, my family and I صح, مع إنه يعني both of them I use it يعني عادي, بس هم هيك أبصر مالهم. According of them in proper English writing one should never begin a sentence with and. كمان بقدر أبلش الجملة بأند, إذا أنت بلشت الجملة بأند معناته أنت مش من جماعتنا, أنت عم تحكي غلط, أنت أبصر مالك. يعني أول نقطة حكينا عنها من جماعة هذول المعقدين اللي هم prescriptive إنه أنا ما بقدر أنهي الجملة ب preposition, أنا ما بقدر كمان إيش كمان حكونا وإنه أنا ما بقدر أبلش الجملة ب and. تمام هذول الأشياء اللي أخذناهم لحد هلأ. كمان في عندهم فكرة معقدة, إذا أنت ما حكيت بالprescriptive rules بيعتبروك poorly educated, بيعتبروك إنه أنت مش من الطبقة العليا وإنه أنت يعني زي إنه ابن شوارع, إنه أنت ليه بتحكي زي هيك, زي منبوذين هذول الجماعة اللي ما بيتبعوا prescriptive approach. تمام فإنه أنت عشان تكون من الطبقة العليا والطبقة الواو والطبقة الهيكة لازم أنت تتبع اللي هم prescriptive rules. طبعاً بشكل عام إنه هل أنا بقدر إنه أطبق جميع الرولز يلي موجودين عندي باللاتن أطبقهم عندي بالإنجليزي؟ أكيد لا أكيد لا أكيد لا, لأنه أنا إذا بدي أطبق قواعد لازم يزبطوا عندي على كل إشي, بس أنا ما عندي زبط بالإنجليزي, في أشياء ما بتزبط. أوكي كمان بدي أحكي لكم عن شغلة ثالثة اللي هو you must not spell an infinitive, إنه أنت ما بتقدر تفصل عندهم باللاتن ما بتقدر تفصل تفصل infinitive, infinitive two زائد base form ما بتقدر تفصلهم مع بعض, بيعتبروهم إنهم كلمة واحدة. تمام حسب اللاتن يعني to go ما بقدر أحط إشي بالنص معاها, أما بالإنجليش يعني عبي إنجليشنا إحنا بقدر إني أحط مثلاً to quickly go بقدر عادي, يعني بقدر إني أفصلها. يعني هلأ الأش الأفكار بدكم تحطوها ببالكم إنه prescriptive المعلومات حكيت لكم إياهم قبل شوي أوكي, بالإضافة إنه حكينا أول شيء ما بقدر أنا أنهي الجملة بposition, ما بقدر أبلشها بآن, كمان ما بقدر أفصل الinfinitive حسب اعتقادهم هم, مش اعتقادي هم prescriptive هذول المعقدين. أما بالإنجليش عادي بقدر إني أفصل, بأنه إحنا بالإنجليزي بنعتبرها إنه كلمتين تو كلمة أو جو كلمة, أما باللاتن بعتبره تو جو كلمة واحدة مشان كأن ما بقدر أفصلها. أوكي أكيد there are structure in English that differ from those found in Latin أكيد يعني هلا بحكينا ليش اللاتن كستركتشر بيزبط على اللغة الإيطاليان وعلى اللغة اللي هي الإسبانيش, ليش؟ لأنهم أساساً جذورهم أو أصلهم فيها جذور لاتن فبتزبط عندي. تمام أما ما بيزبط عندي إنه أنا أستعمل اللاتن على كل إشي بالعربي أو بالإنجليش, ما بيزبط بالمرة ما بيزبط.
هلأ بدنا نيجي على جماعة جديدة اللي هم descriptive approach. بحكي لنا إنه descriptive approach حكينا إن هم ما بيجبروا الناس كيف يحكوا، بس هم بيوصفونا كيف هم بيحكوا، تمام؟ هذاك المعقدين هم بنسميهم prescriptive. prescriptive هدول لطيفين. أوكي. هلأ في إشي، هلأ في concept أحكي لكم عنها. هلأ في شغلة، هلأ التراديشنال جرامر كمصطلح بدكم تربطوه مع البرسكريبتيف أبروتش، تمام؟ أما الستركتشرال أناليسز أنا بدي أربطه مع جماعة الديسكريبتيف. هلأ بحكي لنا جماعة الديسكريبتيف لما هم ما حطوا رولز هيك فجأة وحكوا وجبرونا، هم اعتمدوا إشي اسمه تيست فريم. تيست فريم هو عبارة عن جملة بيكون محطوط عندي فراغ فيها أنا أو كلغة، يعني مش أنا، العلماء يعني حسب ما هم صاروا يستعملوا بهاي الفراغ. إذا هذا ضبط بالجملة عندي معناته خلص هدول الأشياء إنه أنا بيزبطوا إنه أحطهم بهاد، يعني بهذا المكان، تمام؟ إذا ما ضبط عندي بهذا الفراغ معناته إنه أنا ما بيزبط عندي أحطه زي هيك، مش هيك بيسموه test frame. زي إحنا ما تعلمنا إنه وراء الأرتيكل لازم يكون في عندي ناون، وهكذا صار في عندي بالجملة الأولى مثلاً the فراغ makes a lot of noise. بقدر أحط car، بقدر أحط child، بقدر أحط donkey، بقدر أحط dog، بقدر أحط كمان radio. وكذلك بالجملة الثانية، يعني هم زي ما حكولي إنه أنا بهذا الفراغ بيضبط إني أحط nouns. nouns ليش حط nouns؟ لأنه حكينا إنه زبطوا على same لنفس التست فريم، مشان هيك بيعتبروا، يعني بيعتبروا إنه الكار والchild إنهم لأنهم زبطوا على التست فريم، زبطوا على التست فريم، فبعتبرهم من نفس الجرامر اللي هم الجراماتيكال كاتيجوري، يعني الاثنين ناونز، عشان هم الاثنين ناونز والله زبطوا عندي بهاي الجملة، خلص أنا بصير أعتمدها وهكذا. بس أنا ما بقدر أحط كافي، ما بقدر أحط سموان، ما بقدر أحط the dog، ما بقدر أحط the cat. ليه؟ هلا هنعرف ليش. يعني أسبق لكم الأحداث، لأن هم ما بعتبرهم ناونز، بعتبرهم noun phrase. مثلاً برضو في عندي تست فريم تاني. هلأ شو بفرق الجملة الأولى عن الجملة الثانية؟ شلت الأرتيكل، شلت الأرتيكل ذا بالجملة الأولى، شلت الأرتيكل أ بالجملة الثانية. بدي أجي أحط بهنا مثلاً لما أحكي it makes a lot of noise تزبط. أجي أحط the big dog برضو زبطت عندي. معناته أحكي لكم مثال ثاني، كافي بقدر أحطها هنا، بقدر أحط بدالها the professor with the Scottish accent بيزبطه. بس أنا ما بقدر أحكي كافي إن هي noun، كافي هي noun phrase. ليه؟ لأنه أنا لما عملتها على test frame ضبطت على أساس إنه هي عندي noun phrase، إنه أنا بقدر أستبدلها ب noun phrase بدالها، ما بقدر أستبدل كافي ب noun تاني بدالها. فهمتوا المبدأ؟ يعني لازم يكون عندي، عشان يزبطوا لازم يكونوا من نفس الجراماتيكال كاتيجوري. يعني إذا هم بدي أحط هون nouns بدي أحط كله nouns، بدي أحط مثلا هون noun phrase، هون كله بيزبط عندي noun phrase، مش صير عندي خلط بلط ما بيزبط. أوكي، زمان كانوا يحكوا إنه pronouns بيحلوا محل nouns وبس. اتضح لي إنه pronouns بقدر أحلوا محل noun phrase. أكبر مثال كافي بقدر أستبدلها كافي ناون، proper ناون، هي لما نحكي بشكل مفصل، تمام؟ بس لما أجي أنا هنا جيت أنا استبدلتها، لأ سوري، هلأ بحكي لنا لنحكي it مثلا it و the big dog، خلينا على it و the big dog. هلأ it هو pronoun، أوكي؟ هلا كان يحكوا لي زمان انه انا اذا بدي احكي ات لازم انه استبدلها بناون، يعني مثلا بدي احكي ات لازم احكي دوغ، لازم احكي كات، لازم احكي مثلا لايون،
اوكي، اما اتضح لي لما اجوا جماعة هدول الديسكريبتيف المنفتحين حكوا لي لا يا عمي بقدر احط بقدر استبدل الات اللي هي ات، بقدر استبدلها بنون فريز. مثلا ات استبدلتها ب the big dog، مثلا هير، لا مش هير، بقدر احكي مثلا the smart girl مثلا. عرفتوا كيف المبدأ؟ يعني هم دي وصلوا لكم اياه، انه حكينا pronouns are word used in the place of noun phrase not just a noun. اوكي، هلا برضو اعتبروا فكرة اللي هو جماعة descriptive approach، كمان استعملوا موضوع constituent analysis اللي هو تحليل العناصر لا جزيئات، انه انا الجملة انا بحللها بشكل معين علشان انا اقدر هيك اشوفها او اقدر استوعبها. اوكي، بحكي لنا اللهم صل على سيدنا محمد، انه بحكي لنا constituent analysis، بحكي لنا it shows how small components in sentence go together to form a large constituent. انه انا هاي ال constituent analysis اللي هو تحليل العناصر، انه كيف انا بقدر احط عنصر مع عنصر، عنصر مع عنصر، عشان انا اكون sentences، عشان انا اكون phrases وهكذا. يعني هذا المبدأ، يعني ممكن تجيب true false أو تعريف أو هيك. ركزوا على المصطلحات بهذا الشابتر، إذا ما زي ما بتلاحظوا هذا الشابتر في كتير حكي، بس في concept هيك بتحسيهم مهمين. يعني أكتر إشي أنا ركزت عليه مثلا موضوع descriptive، موضوع prescriptive، موضوع part of speech، دول أشياء دول مهمين. يعني ممكن تجيب true false، ممكن يجيب دوائر عادي، هو يعني بقدر يجيب أكتر من إشي. اوكي، هلا اكثر بنركز، هلا بنبلش بالconstituent analysis. بحكي لي انه يعني بده يحلل الجمله لناون فريز والpropositional phrase والverb phrase. بحكي لنا an old man هذا noun phrase، بحكي لنا to the wedding هذا propositional phrase، brought a shotgun هذا verb phrase. اوكي، هلا انا بقدر انه احللهم بعدة طرق. تمام، في عندي اكثر من دايجرام بقدر انا هلا بطريقه البوكسز، بقدر بهاي الطريقه. طبعا الطريقه كثير معقده، دكتور مش كثير ركز عليها، بس انه حكينا إن انا بقدر اعمل constituent analysis اللي هو تحليل العناصر اكثر من طريقه. اول طريقه بطريقه البوكسز، هيك بحطهم ببوكسز. تمام، بقدر انا كمان استعمل السيمبلز، بقدر أنا أستعمل السيمبلز اللي هم الرموز النون فريز والفيرب فريز وكذا. هلأ شايفين هذا بالبوكس الموجود بالأحمر هيك على إطاره أحمر، هذا بصم، هذا حفظ زي اسمائكم، إنه السنتنس من إيش بتتكون، النون فريز من إيش بتتكون، الفيرب فريز من شو بتتكون، بالبوزيشنال فريز من شو بيتكون. هلأ بحكينا النجمة إنه هي بتدل على أن جراماتيكال سنتنس، السهم اللي هو إشي بيتضمن include، القوس يعني optional بقدر أضيفه بقدر أحذفه. اللهم صل على سيدنا محمد. كمان هاي هيك زي القواس، بس هيك أبصر كيف شكلهم. هنا بحكينا إنه بس واحد منهم بقدر أحط، يعني واحد من هدول بقدر أحط. طيب هلأ مثلا، بس دقيقة. طيب مثلا هلا الدكتور ممكن يجيب لكم انه مثلا هاد مثلا sentence consists of noun phrase verb phrase. شايفين كيف انا رتبت، كيف انا حكيتها كلامي، ممكن يجيب كلامي. مثلا بتحكوا sentence consists of، لانه صار في عندي سهم، noun phrase and verb phrase. طيب نجرب مثلا الverb phrase، نحكي verb phrase consist of verb and noun phrase. تمام، optional prepositional phrase optional adverb، مثل هيك بيجيب. ممكن انه جاب، اتذكر هيك جاب لنا. ممكن يجيب لنا كمان انه مضلا اكتب لي، بيجيب لي مثلا sentence
consists of noun phrase verb phrase. أعطيني مثال عليها. مثلا بحكي له the dog loved the girl. هاي sentence في عندي noun phrase في عندي verb phrase عادي. هاي الأشياء ممكن يجيبها يعني. تعرف كيف ترتبوا جمل؟ أعتقد كلها تأخذتوه بالجرامر يعني بفيدكم هذا الإشي اللي بتأخذوه بالجرامر هون. طيب حكينا إنه في عندي أول شيء طريقة البوكسز هدولة، طريقة تانية اللي هي السيمبلز، ثالث طريقة اللي هي labeled and bracket sentences. هلا البراكتس إنه أنا بحطهم هيك بين أقواس، هلا فرجيكم كيف زي هيك. هلا مبدئيا رح تتعلموا بالتفصيل كيف تعملوا إنه مثل هيك، إنه كيف تعملوا بالبراكت بالشابتر اللي بعديه اللي هو شابتر السنتاكس. فإشي مهم إنكم تعرفوا هذا البوكس اللي حكيت هيك الإطار وأحمر هذا يحفظ بصم عشان رح تستعملوه وين بالشابتر اللي بعده. طيب هلا مثلا هلا هاي البراكت تمام اللي هم هدول بس إنك تحطي أقواس براكت سنتنسز لما بس متى بسميها ليبل لما أنا أعلم عليهم يعني إنه أنا مثلا مثلاً the article بصير أحدد فيهم يعني العناصر نفسهم أصير أحدد أو أسميهم. طيب هلا أنا لما أحط ال brackets ما بحطهم عشوائي، بحطهم شو؟ بحطهم بطريقة لهم يعني لهم طريقة حسب السمتن. مثلاً خلينا نعمل مثلاً ما بعرف إذا حتفهموا علي كثير يعني هلا بس أعطيكم مقدمة. مثلاً كلمة the dog loved the girl، مثلا لو كل حدا فيكم كتبها مثلا أمدي أكتبها يعني أكتبوها معي لما تسمعوا الريكول. مثلا the dog loved the girl. أوكي طيب حاولوا بعدهم عن بعض هيك يعني خلوا جملة مريحة في spaces بيناتهم. طيب أول إشي زي ما تعلمنا فوق مش حكينا sentence تتكون من noun phrase ومن verb phrase. أول إشي هذا الإشي الطويل اللي هو the dog loved the sentence بحط أول bracket بس ببعده عن بعض هذا اسمه sentence إنه هاي في عندي sentence. بعدين بقرب الأمور حكينا sentence تتكون من noun phrase وين عندي هون noun phrase اللي هو the dog بحط the dog بحط فوقها noun phrase بحط brackets بيناتهم تمام وبحكي فوق أكتب فوقي noun phrase. طيب حكينا القسم الثاني من السنتنس اللي هو الفيرب فريز برضو يا عمي في عندي هنا الفيرب فريز هاي بشكل عام بس أنا بدي أجي أحلل أكتر بحكينا فوق استنى بحكينا الفيرب فريز الفيرب فريز هيها اللي هي loved the girl تمام بقدر إنها تتكون عندي برضو من noun phrase يعني تقدر تتكون عندي من verb اللي هو loved وتقدر تتكون عندي كمان من noun phrase يعني أنا بدي أحط the girl برضو عندي ببراكتس لو بتقدروا تشوفوا معي برضو حطيتها ببراكتس إنه هاي noun phrase إنه يا عمي ال verb phrase كمان بيتكون عندي من noun phrase اللي هو شو the girl. أوكي هلا اخر خطوه بتعملوها انه بتروحوا بتعملوا كل جزء لحال هيك تحطوه بيك بين اقواس صغيره بتكتبوا مثلا ذا فوقها ارتكل dog هو noun loved اللي هو verb برضو ذا ارتكل والجير noun وهكذا. عرفتوا المبدا؟ اوكي بحكي لنا هون بشكل عام إنه هون زي مرتبين عندي إنه زي كأنه أجي عندي sentence noun phrase verb phrase زي إنه بطريقة هرمية أو بطريقة ما إنه مرتب بطريقة مرتبة يعني مثلاً بحكينا إنه sentence هي أكبر من ال noun phrase إنه أساساً هي sentence تتكون من ال noun phrase تمام بس برضو ال noun phrase هي أكبر من ال noun اللي تتكون منها. عرفتوا المبدأ؟ والسنتنس هي أكبر من الverb phrase لأنها تتكون منها يعني الnoun phrase والverb phrase والnouns وهدول كلهم مكونات يعني الإشي الأكبر كيف الأم السنتنس وبتحتوي كل هاي الأمور. وهي أبرز مثال اللي هو تعلمناه the dog loved the girl. شوفني كيف هاي. طيب
طيب حكينا إنه الverb phrase بيتكون من verb و noun phrase مثل loved the girl. أبرز مثال. طيب هيك بيكون إحنا خلصنا هذا الشابتر، هو chapter لجرامر. زي ما حكيت لكم أي سؤال أي استفسار احكوا لي، أنا موجودة، بعتوا لي على المسنجر أو بتحبوا تنزلوا بوست على الجروب اللي هو الجروب اللي أنا عملته يعني برضه أوكي. وبس يعطيكم العافية.